أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكل الصديقات والمتتبعين والمتتبعات. من الصعب أن تطوى الصفحات النضالية لمغرب الستينيات والسبعينيات دون أن تجد وجوها نضالية حفرت في الصخر وتشبتت بمواقفها حتى الرمق الأخير، مؤسسة لفعل نضالي ومخلفة إرثا نضاليا تنقله المغاربة في شعارات خالدة وفي تظاهرات واحتجاجات عارمة. شخصية اليوم المناضل التقدمي جبيه رحال، من وجوه الحركة العمالية المغربية ومن الوجوه والقادة البارزين لحركة 23 مارس. كيف جاء من مدينة صغيرة وسط المغرب، قلعة سراغنة، ليقود حركة 23 مارس إلى جانب مجموعة من الرفاق والرفيقات؟ كيف قاد الحركة التلاميذية بالدار البيضاء ابتداء من سنة 1965؟ وكيف انخرط في حركة 23 مارس؟ وكيف اعتقل؟ وكيف كانت نهايته؟ ابقوا معنا لصبر أغوار هذه الشخصية التقدمية من بدايتها حتى نهايتها. ولد جبيه رحال سنة 1948 بقلعة سراغنة، وبها تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الحي الإداري، ثم انتقل إلى سيدي رحال ليتابع دراسته الإعدادية. وفي مدينة الدار البيضاء التحق بشعبة الميكانيك العام بثانوية جابر بن حيان، واعتقل رحال لأول مرة لمدة 15 يوما إثر أحداث انتفاضة 23 مارس 1965، وكانت المرة الثانية سنة 1968 إثر إضرابات التلاميذ. وبعد حصوله على دبلوم تقني التحق سنة 1970 بمعمل كارنو، حيث انخرط في النضال العمالي في إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وساهم في تنظيم العمال وتعبئتهم سنة 1973، وتعرض لمحاولة اعتقال بمعمل كارنو في إطار حملة الاعتقالات التي مست المنظمات الماركسية لينية بالمغرب. انتمى جبيه رحال إلى منظمة 23 مارس، وكان من أبرز مناضليها وقادتها، تحمل عدة مسؤوليات نضالية بعزيمة وإخلاص، وظل متمسكا بروابطه مع الطبقة العمالية. اعتقل مرة أخرى في نوفمبر 1974 في إطار حملة القمع الواسعة التي شملت العديد من المناضلين التقدميين، وقضى بالمعتقل السري درب مولاي رشيد أزيد من سنة، حيث تعرض هو ورفاقه لشتى أنواع التعذيب في ظروف اعتقال لا إنسانية. وبعد سنة ونصف أحيل هو ورفاقه على السجن المدني بالدار البيضاء، وبعد شهور من العزلة قد قدموا لمحاكمة يناير 1977، وصدرت في حقهم أحكام قاسية. كان نصيب رحال جبيها منها 32 عاما نافذة. خاض جبيه رحال ورفقه في السجن عدة إضرابات عن الطعام من أجل الحق في محاكمة عادلة ولتحسين وضعيتهم في السجن. بلغت مدة إحدى هذه الإضرابات 45 يوما، استشهدت على إثرها المناضلة سعيد المنبهي. وفي 13 أكتوبر 1979 استشهد جبيه رحال أثناء محاولته الفرار من المستشفى. وهكذا انتهت نهاية مناضل انتمى إلى حركة 23 مارس. خلاصة القول أن جبيه رحال يعتبر ركيزة أساسية من قادة حركة 23 مارس، ويعتبر كذلك مؤسسا لفعل نقابي
جاد من داخل المعامل المغربية بالدار البيضاء، كان له دور فعال في تأطير العمال وفي حثهم على العمل النقابي، وكذلك انخراطه الجاد وقيادته لحركة 23 مارس. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا، كل المنى كل الشكر لاقتراحاتكم لتفاعلكم ولتعليقاتكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.